ورشة عمل وركشوب، قناة تعليمية واقعية تفيد المجتمع في عدة خبرات، وفيها عدة حلول إيجابية مبسطة جداً، بعيداً عن الكذب والوهم. وحرصاً منا على مصداقية القناة، فأننا لا نحاول إطالة الفيديوهات المملة والكاذبة. السلام عليكم ورحمة الله. الكل من عندنا عنده لابتوب ويحب يصلح البطارية اللي موجودة بداخله. البطاريات الليثيوم أصابع الليثيوم اللي موجودة لا واحدة بها تالفة، أو يغير المجموعة كلها إذا ما موجود قالب بهذا الشكل، بس مجرد أنه راح يستخدم البي ام اس نفسه ويبدل فقط الخلايا حتى يعيد البطارية نفسها لللابتوب. وأكو عندنا جماعة مثل مجموعة يحبون يريد يستثمر هذا البي ام اس ويشغل عليه محركات مثل هذا المحرك، ولا تستهين بالبي ام اس لان هذا البي ام اس جدا قوي مال اللابتوب، هذا يشغله ويشغل بعد اكثر واطيه. فطريقه التحفيز اللي نحكي عنها هو تحفيز البي ام اس. يقول انا اذا فتحت البي ام اس بعد ما يشتغل، اكو ببرمجه اكو داتا، لا ما موجود لا ببرمجه ولا بداتا ولا اي شيء، مجرد تحفيز. التحفيز هو بطريقتين راح اراويكم اياها الطريقتين. هسه اول ما ابدي هاي البطاريات اللي موجودات بداخل اللابتوب ما راح اشتغل عليهن، راح اشتغلكم ببطاريات اكثر. كل مجموعه تتالف من اربع خلايا، يعني هسه هاي اللي موجودات بداخل بطاريه اللابتوب اللي راح اشتغل عليه هو اشتغل بهذا الشكل. كل مجموعه مربوطات على التوازي يمثل لنا بطاريه واحده بهذا الشكل، ودمجتهن سوا حتى استغل البطاريات بتشغيل هاي المحركات على اللي يستخدمها كمروحة أو غير شيء. دائما السلك الأحمر اللي موجود هو يروح للموجب، للموجب مال بطاريات الليثيوم، والسلك الأصفر اللي بصفه بجانبه هو اللي بعده، الوصل اللي بعده الأربعة والثمانية والاثناعش. القراءات اللي موجودة على أي بي ام اس هي تبدي بالبي سالب، بي سالب واحد، بي اثنين، بي ثلاثة، أو بي موجب هنا موجود بالأخير. فهسه اللي راح نشتغل ونفهم بهذا الموضوع هو تشغيل البي ام اس على بطاريات بي ام اس، بطاريات اللابتوب اللي راح نستفاد من عنده ونشغله وشون حفزه. أحمر البي ام اس يربط على الموجب، الأصفر يربط على الوصلة الأولى اللي هي الأربعة فولت، السلك اللي بعده الأبيض راح يربط على الثمانية فولت مال البطاريات اللي مسويناها احنا مجمعينها، سالب الاخير راح اربطن هنا على سالب البطاريات. اخوان بعد ما ركبنا البي ام اس على البطاريات، هسه راح نفحص البي ام اس يخرج لنا كهرباء لو ما خرج. مصباح هذا 5 واط مركب على ركب السالب على السالب، مبين الاطراف اللي هي متجهه هنا يكون بجهه السالب، مربوط السلك على جانبه، وهاي الجهه مربوط بها الموجب، اذا هي هاي الموجب وماكو مشكله. المصباح وين ما كان يتركب، المهم الطريقة والفكرة. بعد ما ركبنا المصباح هذا ما اشتغل، شلون نحفز؟ نحفز عندنا طريقتين. الطريقة الأولى هي نوصل هذا السلك أو المصباح، لا يصير عندنا مشكلة، دائما نشتغل المصباح نقول سلك، نوصله بين الموجب مال المخرج هذا الآوت ال 12 فولت وبين الموجب مال البطاريات اللي ربطنا عليها البي ام اس، يعني هذا المكان هنا نركب عليه هذا المكان ويا الموجب الخارج بهذا الشكل نوصله، وننتظر شويه اشتغل قوي، اشتغل رجع كل شيء ما بيه، تحفز البي ام اس وخرج لنا كهرباء. هاي اذا تريد تفحص البي ام اس اثناء الربط بدون ما تشحن، تريد تشوف البي ام اس يشتغل ولا لا. هسه احنا وصلنا وعرفنا انه هو يشتغل، واذا نرجع نفصل ونوصل مره ثانيه يشتغل طبيعي، اشتغل بصوره صحيحه. واذا ما تحب تحفز الموجب على الموجب، او اكو بعض البي ام اس تحفز السالب على السالب تكمل الدائره يلا يشتغل. اذا ما تريد تشتغل بطريقه التحفيز الداخلي من البطاريات، تجيب الكهرباء 12 فولت، هاي 12 فولت وتوصلها. هسه راح افصل لكم من جديد واوصل الكهرباء عن طريق الشحن، يتحفز بس تنطي 12 فولت راح يشتغل. هسه راح اراويكم شلون نفصل الموجب هذا اللي هنا موجود، وايضا نعيد العمليه بطريقه سريعه. هاي كل الاطراف ازلتها بهذا الشكل، اطراف البي ام اس، وراح اوصل من جديد.
أوصل حتى يفقد الذاكرة مالته. أوصلهن، أوصل الثمانية، وصلتهن ما اشتغل البي ام اس، ما انطى كهرباء، باعتبار اني ركبت تركيب جديد على البطاريات الجدد، واذا ارفع المصباح ما راح يشتغل. هاي كطريقة تصليح ونقل. شلون راح نحفز بالطريقة الثانية؟ الطريقة الأولى قلنا موجب على موجب البطاريات يشتغل، أو مرات سالب على سالب المخرج يشتغل. الطريقة الثانية هي أنك تنطي 12 فولت على المخارج هاي اللي موجودة هنا، 12 فولت تنطي على الموجب الخارج وعلى السالب بهذا الشكل تنطي، وتنتظر شوية اشتغل. اعرف اذا سخرته اشتغل، اشتغل 12، تحفز البي ام اس واشتغل طبيعي لان انطيته 12 فولت. او تنطي شحن عادي، هو الشحن 13 او 13 ونص، اشتغل بهذه الطريقة. هاي طريقة هي تحفيز، طريقة تحفيز البي ام اس اثناء تغيير اي بطارية باللابتوب، متى تغيرها باللابتوب او تريد تستخدم البطاريات بالخارج. فسلا تشوفون هذا البي ام اس ارد اثبت لكم انه قوي يعني، وشغل هواي واطي شغل ويعطينا امبيري عالية. راح اركب لكم هذا الماطور، معرف شوف هذا المحرك اشتغل. هذا المحرك انا استخدمه كمروحة 2000 وسوي المراوح، اذا تشوفونه اشتغل على هذا البي ام اس. هاي طريقة تحفيز البي ام اس، اي مشكلة ما بيه. البي ام اسات كلها نفس، مهما اختلف الحجم هي نفس الطريقة، نفس الشيء، امبيرها عالي، الحماية نفسها، توزيع الشحن مضبوط 100% مال اللابتوب. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.